قبل سيتنقل طبعا لمواجهة آلي بنغازي، وبعد ذلك يستقبله هنا في ملعب 5 جويليا فريق سابق عبد الحميد. مباراة وفرص متكافئة وفرصة كبيرة للتأهل إلى دور المجموعات. لو ماتش دو نصر حسين داي كونتر فريق طرابلس ليبيا هكذا. آلي بنغازي. آلي بنغازي الليبي. مباراة الذهاب راح تكون في ليبيا. في تونس. في تونس. في تونس في نهاية المطاف. في تونس. جو بونس بلي مينيمو يديروا ماتشين تما، الروتور هنا ينجموا في سان جوي مع البيبليك تاع النهد ينجموا يديروا ريزلتا. متفائل ابن مباراة كما يقولوا في المتناول. في المتناول طبعا، كل المتتبعين يقولون نفس الشيء، ولكن في كأس رابطة أبطال إفريقيا هذه الصور التي وصلتنا عن عملية القرعة التي جرت أمسية اليوم بالقاهرة، وما دمنا نشاهد صور شباب قسنطينة طبعا بحضور كل من أراما وكذلك السيد زرواتي السياسي أبا متيبي مازان بالنادي الإفريقي والإسماعيلي. قد نقول عنها مجموعة صعبة ولكن كل شيء ممكن فيها، لأنه عندك مواجهتين مزدوجتين محليتين. حقيقة يعني لما تشوف يعني المجموعة تاع شباب قسنطينة صحيح صعبة، لكن لما تصعد وتدخل المجموعات كريم تعرف بلي أنه المستوى يطلع وراح تتلاقى مع فرق كبيرة. نظن ما عليك إلا تحضر المباريات هذو. نظن شباب قسنطينة اليوم موجود أمام تيبي مازومبي اللي ما راهيش مازومبي لمدة 4 سنوات الأخيرة، يعني المحظوظ شباب قسنطينة نقولوا بلي ما عندوش التنقلات الكبيرة، يعني يمشي لمصر ويمشي